عندنا أيضا تعريف بثقافتنا بهويتنا. نحن عندنا يا مروان يا أخي عهود في حقوق الإنسان تضاهي اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان. تعرف لو كان هناك لجنة شكلت لترجمة عهد الإمام الصلت بن مالك رسالته إلى قواد جيشه الذاهبين لتحرير سقطرى. يا أخي فيها حقوق الإنسان خلال الحرب، بعد ما خلال السلام، فيها يوصيهم ماذا يفعلون قبل الحرب من الدعوة إلى السلم وترك التمرد والعودة إلى سيادة الدولة، فإن عادوا فلا تقولوا لهم شيئا، على أن يصرحوا النساء المسلمات الأسيرة. وفيها يا أخي حقوق إنسان يوصيهم إذا اشتبكوا مع المتمردين، يوصيهم عدم الإغال في القتل وعدم الخروج عن شريعة الله، ولا تمثلوا بالجثث، ولا تقتلوا الطفلة ولا الشيخ الطاعن في السن ولا امرأة إلا من أعان على قتل. ثم يا أخي يوصيهم بحقوق الإنسان بعد نهاية الحرب، لأن بعد نهاية الحرب نفسك ممتلئة على عدوك وتود أن تكسر شوكته وأن لا تبقي له أثرا. يوصيهم يا أخي يقول لهم: أما الأسرى فأطعموهم مما تطعمون به أهليكم، واكسوهم مما تكسون به أهليكم، وآتوا بهم إلي حتى أنظر فيهم. مثل هذا الميثاق أما آن لنا أن نترجمه إلى لغات عدة؟ أما آن لنا أن نحمله إلى أروقة الأمم المتحدة أو فروعها؟ يا أخي عندنا ثروة، مال وصية الإمام في القرن الرابع الهجري، الإمام سعيد بن عبد الله الرحيلي، وهو يقاتل خصمه عدوا غاشما معتديا، ومع ذلك يقول له: إنا لا نستحل منك مالا، ولا نهدم لك دارا، ولا نقطع لك شجرا، ولا نخرب لك مثمرا، ولا ندمر لك عامرا، ولكننا نقاتلك حتى تفنى روحنا أو تفنى روحك، لأنه معتدي على عمان. يا أخي عندنا ثروات، عندنا كنوز، أما آن أن نترجمها بلغات؟ أما آن أن نشكل لجنة، بعض اللجان فيها متخصص فقه، وفيها متخصص سياسة، وفيها متخصص قانون، ثم ندرس هذين النصين، نص الصلت بن مالك ونص سعيد بن عبد الله الرحيلي في حقوق الإنسان، فنبرزهما للعالمين وللأمم المتحدة وللمنظمات الدولية.